إذا للوقوف عند قانون العفو العام الذي ينتظره آلاف المعتقلين والذي لم ترسله الحكومة للبرلمان لتمريره، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. بحسب لجنة حقوق الإنسان النيابية، قانون العفو العام أو بالأحرى التعديلات لم تصل إلى البرلمان. السؤال المطروح هنا، لماذا تتأخر الحكومة في إرسال هذا القانون رغم التصريحات المتكررة بنيتها إقراره؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. الأمر الطبيعي المفروض الحكومة ترسل هذا، يعني من الأمر الطبيعي، ولكن هنالك أمور تتعلق بهذا الأمر، أنه تعريف الإرهاب، وحينما يتعرف الإرهاب ويكون هذا المصطلح معروف لكل الناس ولكل الحكومة، أنه هنالك مجاميع موجودة في الدولة هي مجاميع إرهابية. كل المجاميع المسلحة والمسلحة غير رسمية هي من ضمنها الميليشيات وإلى آخره من يلحقه من هذه المجاميع. كيف نعرف هؤلاء؟ هل هم هؤلاء إرهابيين ولا هؤلاء؟ يعني كيف يبدأ التعريف؟ الحكومة العراقية تقع في محنة في هذه الحالة، لأنها في حالة تعريف الإرهاب ويعم هذا التعريف على كل العراقيين وينشر في العالم، أنه هناك آراء أخرى تقول ماذا يعمل الحكومة العراقية مع الموجودين الذين يقتلون ويخطفون؟ هل هذول إرهابيين؟ وماذا تتعامل الحكومة العراقية بهذه المجاميع؟ إذن الأمر يتعلق بقرار حكومي وقرار جريء، وأنا أتوقع يعني التمادي وعدم الاعتراف بالتعريف أو حتى التعريف وإحالته إلى البرلمان لإقرار هذا، لأنه لا توجد هنالك صيغ قانونية لهذا التعريف. أستاذ ضياء، لو سألنا عن السبب، يعني كما تعرفون الخلافات قائمة بين القوى السياسية بشأن تأويل مصطلح الإرهاب، على الرغم من أن القانون صادر منذ ما يقارب 7 سنوات، ما السبب برأيكم أستاذ ضياء؟ السبب الوحيد لأنه إذا عرفوا الإرهاب حسب ما يعرف دوليا من هو الإرهابي، راح يكون هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات هي أيضا أعمال إرهابية ضد الشعب العراقي. لهذا السبب هم ما يقدرون يعني يطلعون هذا القانون بالتعريف الإرهاب. تعريف الإرهاب ليس يختصر على الناس المعتقلين، راح يختصر على الناس الذي حكموا في هذه القانون على هذا القانون وهم ليست بإرهابيين، لأن كثير الموجودين في السجون العراقية المتهمين بهذه العمل الإرهابي، حتى ما يكون تعريف الإرهاب راح هذول يكونون أبرياء، يعني حكمت عليهم الحكومة وهم أبرياء لأنه أصدر القانون بالتعريف الإرهاب. وإذا صدر هذا القانون، إذن الموجودين في الوقت الحاضر في هذه الميليشيات المسلحة الطائفية وكل الميليشيات يعني الموجودة في العراق بغض النظر عن اتجاهها، إذن هذه ماذا نفسر هؤلاء؟ هل هم إرهابيين ولا يعني العالم أقر بعض التجمعات العراقية الموجودين من الإرهاب الإرهابيين ودرجت بهذه الأسماء. إذن الحكومة العراقية يجب عليها أن تراعي الرأي العام العالمي بشأن هؤلاء، ليست فقط على السجناء المسجونين، وإنما الحالة العراق بالأكمل، لأنه قسم من العراقيين مجردين من الرأي، مجردين من كل شيء بتهمة الإرهاب. وأبسط تهمة يوجهوها الحكومة العراقية أو الميليشيات، هذا إرهابي، والإرهابي لحد الآن ما نعرف يعني شو هو. وأيضا في هذا الإطار أستاذ ضياء، في هذا الإطار يستثني القانون المتهمين بالإرهاب من إصدار قرارات العفو العام، ما يعني أن القانون رغم يعني أن قاعدته عامة مجردة ولكنه يفقد عناصره. ما تحليلكم في ذلك أستاذ ضياء؟ إذا صدر القانون العام للإفراج عن السجناء، أخي لحد الآن إحنا نعلم جيدا أنه لحد هذه اللحظة
موجودين سجناء في العراق لحد الآن لم تثبت بهم المحاكم العراقية شو هو سبب موجود من ضمنهم 7 إلى 5 سنوات، وهذه الفترة الطويلة لحد الآن لم يجري التحقيق ولا المحاكم العراقية جرمتهم أو برأتهم من هذه الحالة، لأنه لا يحالون على القضاء العراقي. يعني إذا صدر القانون الإعفاء العام، إعفاء منو؟ من تعفيهم؟ هل تعفين المجرمين والقتلة أو أصحاب الرأي؟ يعني لماذا تعتقد زين الاعتقالات العشوائية اللي حدثت في كل مناطق العراق؟ هل هذه الاعتقالات العشوائية تحت أي غطاء استمرت بها الحكومة العراقية ولحد الآن تستمر بها الاعتقالات العشوائية وتأخذ الشباب وتفاوض العوائل على هذه؟ تحت أي غطاء تقوم الحكومة العراقية؟ إذا بدت الحكومة العراقية بفتح هذه الملفات راح توقع هي نفسها في هذه المطب. يعني الناس القانونيين الموجودين في العالم أو حتى في العراق راح ينظرون يعني كيف أنتم تعاملتوا هذه الناس وأنتم تعلمون ذولا ناس أبرياء، يعني كيف اعتقلتوا هذه الاعتقالات العشوائية؟ وحدثت كثير من عندهم حتى اعدموا تحت هذا الغطاء. يعني المشكلة الأولية والرئيسية هي عند الحكومة العراقية، وليست الحكومة فقط وإنما الميليشيات الموجودة. وحضرتك تعرف أن الميليشيات في الوقت الحاضر هي مسيطرة على الحكومة العراقية، هي الذراع الشرس الموجود في الحكومة العراقية. أستاذ ضياء، كما هو معلوم لديكم القاعدة الأصولية تقر إنفاذ القانون الأصلح للمتهم، إلا أن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في انتظار إقرار هذا القانون، ولكن هل للقانون وقواعده محل في أن ينقذ عشرات الآلاف من السجناء، تعتقد ذلك؟ بالتأكيد إذا صدر هذا القانون راح يفرج عن آلاف من الناس المعتقلين حتى المحكومين، لأنه كثير حكموا تحت هذا الغطاء، تحت غطاء الإرهاب والغطاء الإرهاب. من حين يعرف الإرهاب من هو الإرهابي راح يكون هذا الشخص بريء، ما عنده علاقة. الإرهاب معناتها شخص يحمل السلاح ضد الدولة، وشخص يحمل السلاح ضد المواطنين أو يعمل التفجيرات. من يقوم بهذه العملية؟ ونحن نعلم جيدا من يقوم بهذه العملية تحت الميليشيات والدولة تتستر على هؤلاء الذين يقومون بالعمليات الإجرامية ضد العراقيين. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.